مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا الثامن عشر الذي يحمل تحديات فئة الجعدان. الحقائق مسافتنا هي 3 كيلومترات. شوط يحمل أسماء غوية. أبدأ مع المركز الأول، مساند يأتي لسالم بن محمد بالضبيعة الكتبي، يقدم مساند مع المركز الاول. المركز الثاني شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان. المركز الثالث القادم بكل قوه هناك سلهود عبد الله بن عبيد بن سعيد بن حميدان الفلاسي، قادم على المركز الثالث. المركز الرابع هناك العابر سعيد بن حمد بن علي بن خميس العمري، قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول مع الخروف عبد الله بن ناصر بن هدوب العمري، قادم مع انطلاقة الخروف ومع تحديات الخروف وأيضا الأسماء القادمة. أيضا وصل هملول محمد بن الدودة بن سويد العامري، قادم مع المركز الثالث والمركز الرابع. نعم المركز الخامس الواصل بكل قوة والقادم متعب محمد بن راشد بن مرخان الكتبي، قادم مع انطلاقة وتحديات متعب القادم بكل قوة بكل قوة. نعم بهذا الانطلاق المميز وايضا ومصدع سلطان بن سالم بن حمد الكتبي وايضا الاسماء القادمه والشعارات الحاضره ايضا على المركز السابع اللي وصل نجد حارب بن يمعه بن صبيح الفلاسي، قادم مع انطلاقه هذا الاسم. المركز الثامن شوف للقادم هو العابر سعيد بن حمد بن علي بن خميس العمري، قادم بكل قوة وأيضا مغامر عتيج بن عبيد بن محمد الفلاسي وابن حميدان. يصل على المركز التاسع مرموق حميد بن حران بن حمد بن حميدان، وعاشر المراكز متباهي أحمد بن فايل بن سالم الزرعي، قادم مع انطلاقات متباهي. مشاهدينا متابعين الكرام، هذه الأسماء المتقدمة وهذه الشعارات الحاضرة بهذا الشوط. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الرائع، إلى الانطلاق المميز مع بداية الانطلاق. شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان، والكيل الأخير الكيل الخطير. ننوه الجميع، ننوه المتابعين، ننوه المشاركين بهذا الشوط، بهذا الشوط بقيادة شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان. ولكن ارصد لي، ارصد لي متباهي أحمد بن فايل بن سالم الزرعي، وأيضا هناك مصدع السلطان بن سالم بن حمد الكتبي، والاسماء قادمه والشعارات حاضره بهذا الشوط. الله الله يا هذا الانطلاق، الله يا هذا التحدي، الله يا هذا الشوط. يحمل النخبه من الجعدان، يحمل نخبه من الجعدان، ولكن مصدع 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 مع المركز الاول. مع البدايه يقدم سلطان بن سالم بن حمد الكتبي، والاسماء قادمه وايضا لشاهين بدر بن سليمان بن محمد المسكري، قادم على المركز الثاني، قادم على المركز الثاني. الله الله من الجانب الايمن شاهين عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي. اللحظات الاخيره، اللحظات الحاسمه ما بين المسكري ما بين بن حميدان. الناموس حاير، الفوز حاير، الفوز حاير، ولكن البدايه المركز الاول شاهين بدر بن سليمان بن محمد المسكري يأتي بهذا الشوط، يحقق الفوز، يحقق الانتصار مع المركز الأول. المركز الثاني شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان. المركز الثالث أتانا على المركز الثالث شعار بن حميدان. المركز الرابع هناك ندع لجد خط نهاية التوقيت 4 دقائق و40 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا من قدم شاهين بدر بن سليمان بن محمد المسكري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.